ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلنا يعلم أن شريعة الله سبحانه وتعالى جاءت لأهداف يسميها العلماء مقاصد الشريعة. وسؤالي في هذه الحلقة، هل مقاصد الشريعة هي نفسها مقاصد الإسلام؟ أو إن شئتم قولوا، ما هي الأهداف وراء مقاصد الشريعة؟ قبل أن أبدأ، من ناحية إدارية، ما هو الفرق بين الهدف والوسيلة؟ هذه القضية التي يختل فيها بعض الناس ويفلسفها بعض المدربين، هي أبسط من ذلك. لما نقول نريد أن ندرب 50 موظف على استعمال الكمبيوتر، هل هذا هدف ولا وسيلة؟ فالمسألة جدا بسيطة. عندما ننظر للمنفذين لهذا الهدف مثل قسم التدريب، هذا بالنسبة لهم هدفا، لكن عندما ننظر لقيادة الشركة التي وضعت هذا الهدف، هذا وسيلة لزيادة كفاءتهم وبالتالي زيادة الإنتاج. إذن يعتمد، إذا نظرت لها من تحت فهي أهداف، وإن نظرت لها من فوق فهي وسائل. وكذلك مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة إذا نظرنا لها من باب الشريعة فهي أهداف الشريعة. طيب إذا نظرنا لها من باب الإسلام الذي هو أعلى من كل الشريعة، الإسلام ليس هو الشريعة فقط، في هذه الحالة تصبح مقاصد الشريعة كلها أو أهداف الشريعة كلها وسيلة. طيب وسيلة لماذا؟ الآن ننظر إلى أهداف الشريعة، المقاصد الشريعة، وهي قال العلماء ثلاث أهداف رئيسية. أولا حفظ الضرورات، والضرورات هنا المحافظة على الدين، على النفس، على العقل، على المال، على النسل، وفيها تفاصيل كثيرة. الأمر الثاني هو تحقيق الحاجيات، يعني الأمور التي ما بدونها تكون الحياة فيها مشقة، مثل النقود، بدون النقود تصبح الحياة فيها مشقة، فجاء الإسلام وأقر النقود. والأمر الثالث هي التحسينات، إظهار المسلمين بالمظهر الجميل، قضايا الأخلاق، قضايا الزينة، قضايا النظافة بأشكالها المختلفة، هذه كلها أهداف أحكام الشريعة. لكن هذه كلها أهداف الشريعة، ليست أهداف الإسلام. الآن لما ننظر من فوق، فالإسلام فيه إيمان وفيه أخلاق وفيه أحكام، أي شريعة، فالشريعة جزء من الإسلام. فالآن لما ننظر إلى الكل، ما هي أهداف الإسلام نفسها؟ فهدف الإسلام العالي هو فلاح الإنسان، أو كتبسيط سعادة الإنسان. الفلاح غير السعادة، لكن كتبسيط سعادة الإنسان وليس المسلم في الدنيا والآخرة. طب هذه السعادة ستتحقق من خلال ماذا؟ ستتحقق بالنسبة لي من خلال أمرين رئيسيين. الأمر الأول هو التوحيد والعبادة. الإنسان بدون التوحيد، بدون وجود إله يؤمن به ويصدق ويشعر بوجوده ويطمئن عقله لمنطقية وجود هذا الإله، هذا الإنسان يصبح في قلق، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن في القلب لوحشة لا يملأها إلا الأنس بالله تعالى. إذن بدون هذا ستكون عدم سعادة للإنسان، مسلم ولا غير مسلم، بدون التوحيد والقرب من الله تعالى. الشيء الثاني الذي ينشئ هذا الفلاح هو تطبيق الشريعة الذي تحدثنا عنه بشروطه في الحلقة الماضية. لابد من العدل، لابد من الحرية للناس، المساواة، الرحمة. شريعة هدفها عمارة الأرض وليس تدمير الأرض، وليس تقييد الإنسان، وإنما توجيه الإنسان لما ينفعه، لما يصلحه، لما يسعده، منع الظلم بين البشر، إعطاء البشر حق التفكير والحق الحصول على إجابة عند التفكير، حق الإنسان أن يختار لا إكراه في الدين
وغيرها من المعاني التي تجعل الإنسان يشعر بهذه السعادة في الدنيا. وجزء منها أن نعمر الأرض فتكون هناك تعليم راقي وإسكان راقي واستيفاء لحاجاته، عندها سيكون الناس في سعادة وفلاح. فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة هو هدف مقاصد الشريعة نفسها، فتذكروا ذلك. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.